بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد من دروس برمجة مواقع إلكترونية. إن شاء الله اليوم راح ناخذ شلون نستخدم قواعد البيانات MySQL ويا PHP مالتنا. اليوم راح نتعرف على أداة كلش مهمة بقواعد البيانات للمواقع. هاي الأداة تسهل شغلنا كلش هواية بالنسبة للداتابيز أو قواعد البيانات. نقدر من عندها نسوي داتابيز، نقسم تيبلات، نسوي لنا جداول، ونسوي كل جدول شنو العناصر اللي بداخله وشنو محتوياته. هي الكودات مالتها بالبي اتش بي كلها نقدر نشتغلها، بس البي اتش بي ادمن الاداة اللي راح ناخذها اليوم ان شاء الله هي راح تسهل لنا هذا الشغل ويخلينا نسوي داتابيز ومحتوياتها باقل من 5 دقائق. PHP MyAdmin إدارة الداتابيز موجودة بأغلب المواقع، وهي أداة كلش سهلة وكلش بسيطة للتعامل ويا الداتابيز، وأثبتت كفاءتها. وأكو هواي أكو أنواع من عندها فيرجنات نازلة، بس كلها تأدي نفس الغرض اللي هو إدارة الداتابيز. اليوم راح ناخذ فد مثال عليها إنه شلون نسوي داتابيز بيها، وشون نتنقل بين محتويات ال PHP MyAdmin، وشلون نخلي محتويات داخل الداتابيز. قبل ما نبني الداتابيز دائما نفكر احنا شنو الشيء اللي انا احتاجه بالداتابيز. يعني انا مو افتح ال PHP MyAdmin وبعد اصمم بها رأسا، لا، لازم انا مسبقا نفكر انا شنو احتاجه حتى ابني الداتابيز مالتي. خلنا ناخذ مثال. انا عندي موقع، وهذا الموقع اريد اليوزرية اللي يعني الزوار اللي يطبوا له يسجلون بي. فانا من اليوزر يسجل عندي شو احتاج من عنده؟ شوف، اول شيء انا هحتاج جدول، هذا الجدول اسمه يوزرز. اذا الجدول مالتي اسمه يوزرز، شنو اللي احتاج بي؟ دائما كل داتابيز راح تحتاج الشغلات التالية: تسلسل، هذا فد رقم يعني متسلسل دائما 1 2 3 4 حتى يشير الرقم اليوزر، اسم المستخدم مالته. شيء طبيعي انه هاي مستخدم من يطب للموقع لازم حتى يتعرف باسم معين وداخل الموقع كتعليقات او رفع ملفات حسب الشغلة المعروضة من الموقع. كلمة السر مالته، طبعا كل موقع لازم بي اسم مستخدم وكلمة سر، إضافة إلى الشغلات البسيطة الأساسية اللي هي الإيميل، مثلا رقم تليفون، أي شيء نخلي بعد مثلا معلومات إضافية عن اليوزر، تاريخ التسجيل اللي سجل به اليوزر. هي أكو هواي شغلات يعني واحد يقدر يستخدمها، بس أنا استخدمت هذني حتى أراويكم الأنواع المختلفة الموجودة لكل عنصر بالداتابيز. هسه انا عندي هاي المعلومات. اذا الداتابيز مالتي اللي اسمها يوزرز لازم تحتوي على الفيلدز او الحقول الموجودة هسه قبالي. شلون نبني هيك شغلة بالبي اتش بي ماي ادمن؟ نفتح اللوكال هوست، نفتح اللوكال هوست، خلي نروح من البداية لوكال هوست، تطلع لنا هاي الواجهة. هنروح على PHP MyAdmin Database Manager، حيطلب مني يوزر نيم وباسورد مثل ما قلت بالدرس الفات، انه احنا انا مسويها روت اليوزر والباسورد من 1 لـ6، فانت خلال التنصيب لازم تتذكر الباسورد اللي خليته. قول له اوكي. راح تنفتح عندي هاي الواجهة الخاصة بال PHP MyAdmin. هاي الواجهة من هنا من جهة اليسار تعرض لي الداتابيزات الموجودة عندي، قواعد البيانات اللي انا مسويها من هاي الجهة جهة الداتابيز، وهاي هي هنا هي الواجهة الخاصة بالداتابيز مالتي اللي راح تعرض لي مختلف انواع الاوامر اللي انا راح اختارها. هسه خلينا نبدا نطبق حتى يكون الدرس مفهوم وواضح. انا الداتابيز مالتي اسمها يوزرز، معناها انا عندي جدول
اسمه يوزرز. شوف احنا هنا عندنا الجدول اسمه يوزرز، بس احنا ما حددنا الدرجة اللي يعلم هنا. حسب السلم الموجود هنا انا لازم عندي شيء اسمه داتابيز، وهو اللي يعني شلون كانما الجامعة اللي تحوي كل الاقسام. فانا لازم عندي شيء اسمه داتابيز، اول شيء لازم عندي. وراها راح يتفرع من عنده شيء اسمه تيبلات او الجداول. شوفوا الداتابيز الوحدة ممكن ان تحتوي على اكثر من جدول، كل جدول يحتوي على فيلدز او حقول، وهمينا كل جدول ممكن يحتوي على اكثر من حقل واحد. فهذا التسلسل الهرمي اللي نشوفه قبالنا، انه لازم يبدي بداتابيز بعدين جداول بعدين حقول، وراها يجي اخر شيء اللي هي العناصر او محتويات الجدول. فاحنا مثل ما اخذنا بالدرس الفات محتويات الجدول اللي هي مثل اسماء الموظفين او اسماء اليوزرية داخل الموقع او اسماء المقالات الى اخره. هسه احنا راح نبدي بالجزء الاول من الهرم، انه نسوي داتابيز. هنا راح نشوف فشي مكتوب create new database. هنا راح نسوي الداتابيز مالتنا. الداتابيز مو هي التيبل اللي اسمه يوزرز، لا، الداتابيز هو الشيء راح يحوي جميع التيبلات اللي راح نشتغل بيها. مثلا خلينا نسمي IQTech. الداتابيز ما يصير اسمها بفراغ، يفضل يعني دائما انه اسم واحد او يحتوي على اندرسكور، بس انا دائما افضل انه ينكتب بكلمة واحدة بدون اي فراغات او اي فواصل بيناتها. من هنا اكو نوعية الترميز، انا انصح تعوفوها على الديفولت ما تغيروها، لان هاي راح تواجهنا مشاكل باللغة العربية. في حال انه هنا ما موجود UTF-8 يونيكود، انصح تغيروها للانكودنج التالي اللي هو UTF-8 يونيكود، حتى يقدر يتعامل ويا اللغة العربية واي لغة بدون اي مشاكل. نقول له كرييت، لاحظتوا تغيرت الواجهة مالتي، صار عندي هنا اسم الداتابيز اللي هي اكيوتيك، وهنا صار عندي الاوامر اللي اقدر انفذها على هذا الجدول. حتى اوصل اسوي لي جدول، هساني داتابيز بدون جداول، هسه راح نوصل للمستوى الثاني من الداتابيز اللي هي تكوين الجداول. فحتى اكون جدول، شوف هنا ايش مكتوب، no tables found in database، create a new table on database. فهنا راح انا اسوي الجدول اللي اريده. اسم الجدول مالتي هو يوزرز، هسه راح انا ادخل بالورد اللي انا سويته. يوزرز number of fields يعني عدد الحقول، يعني انا هسه سويت المستوى الثاني واكتب عدد الحقول بالمستوى الثالث. كم حقل راح احتاج؟ 1 2 3 4 5 6 7، احتاج 7 حقول، اذا اكتب داخل مربع 7. اقول له جو، لاحظت هنا راح تطلع لي 7 خانات، ولازم اني اختار اختيارات صحيحة حتى اكون داتابيز خالية من المشاكل. راح ناخذ هسه عنصر عنصر، وشنو النوعية مالته، وشنو افضل اختيار ممكن تختاره الا بالداتابيز او بالبي اتش بي ماي ادمن. التسلسل، التسلسل هو شنو التسلسل؟ هو فد رقم يزداد تلقائيا ويا كل يوزر يسجل بالموقع. يعني انا ما يحتاج اني هذا الاي دي او التسلسل، ما يحتاج اني دائما انطي رقم يعني انا زايده، لا، اخليه هو يزيد اوتوماتيك ويا كل يوزر يسجل، وهذا تفيدني بالعلاقات بين الجداول. يعني بعدين مستقبلا راح ناخذ ان شاء الله العلاقات بين الجداول، يعني جدولين نربط بيناتهم. فطريقة الربط دائما يفضل ان تكون عن طريق الاي دي او عن طريق التسلسل، لانه حيكون رقم غير متكرر دائما. فالتسلسل اللي هو اول واحد نسميه اي دي، دائما يفضل ينسمى اي دي للسهولة، يعني تقدر تسمي اي شيء انت تريده، بس انا افضل يسمى اي دي حتى تكون سهولة التعامل وياه. الاي دي شنو نوعيته؟ هنا الثاني حقل هو نوعية الحقل السوداء، يعني هنا الحقول مالتي. يعني اوكي خلينا نكتب الحقول كلها. انا شو احتاج؟ احتاج اسم المستخدم، كلمة السر، ايميل، تليفون،
كلمة اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم، كلمة السر الباسورد، بعد تليفون أو إيميل والتليفون، معلومات إضافية اللي هنسميها انفو، تاريخ التسجيل هنسميها ديت. شوف هسه هاي الحقول مالتي اللي أنا اختاريتها، هنا لازم اختار النوع الصحيح لكل عنصر من العناصر، كل فيلد خلينا نسميها فيلدات حقول، اختار انا لازم النوع الصحيح لكل فيلد حتى الداتابيز مالتي اقدر اتعامل وياها بكل بساطة. نجي على اول عنصر اللي هو الاي دي. الاي دي هو عبارة عن رقم يتكرر تلقائيا. نجي نفتح قائمة التايب، راح نلقى هواية اكو انواع موجودة عندي. بما انه قلت احتاج رقم اي شيء، هو رقم اي شيء رقم اخذناه بدرس البي اتش بي بالداتا تايبس بالبدايه، اي شيء رقم هو عباره عن انتجر او فلوت، بس يفضل نختار انتجر حتى يكون رقم صحيح بدون فاصله عشريه. انتجر اللينث اعوفها نفسها فارغه، اعوفها الكوليشن فارغه، الاتربيوت فارغه. نل هاي هنا شنو معناها؟ انه هذا الحقل هل من ممكن يصير فارغ؟ يعني اذا هذا الحقل اعوفه فارغ ما يسوي لي مشكله بالداتابيز؟ يستحسن انه نقول له نوت نل حتى اي معلومه فارغه ما تدخل الداتابيز، يعني اكو معلومات ما نحتاجها فنقدر نقول له ما يخالف نل. بس حقل الاي دي لا، مستحيل يصير فارغ، من يصير فارغ حيسوي لي مشكله وراح يعرضني لهواي اخطاء بالداتابيز. الديفولت القيمة الافتراضية للداتابيز، يعني في حال اليوزر سجل اريد قيمة اولية له هنا، يعني مثلا الاي دي انا ما قدرت العب بيه، قلنا الاي دي رقم متسلسل ما قدرت العب بيه، بس راح ناخذ مثلا فد غير قيمة او غير عنصر غير حقل، راح نحتاج الى فد قيمة اولية دائما موجودة. اكسترا، الاكسترا راح نلقى بيه اختيار واحد اللي هو اوتو انكريمنت. اوتو انكريمنت معناها زيادة بالعدد التلقائية، فأنا راح أقول للآي دي من نوع انتجر لأنه رقم، بس رقم يزيد أوتوماتيك. هنا عندي حقول يونيك اندكس برايمري، هاي من أنواع يعني بالداتابيز كلش مهمة هاي اختيارات. إذا نختار أول حقل اللي هو البرايمري، معناها أنه هذا الحقل راح أربطه بالجداول اللخ عن طريقه، يعني أنا إذا عندي جدول ثاني خلينا نفرض اسمه articles او اسمه files، فاني اقدر اربط الجدول files ويا الجدول users عن طريق الاي دي اللي عندي هنا. فاني افضل دائما نخلي الاي دي هو البرايمري، هو اللي دائما يكون الوصل بين الجداول كلها. نقدر نختار احنا غير حقل، بس انا افضل الاي دي يكون هو حلقة الوصل بين الجداول. اندكس حتكون الداتابيز مرتبة من الـ A للـ Z، ما يعني عفوا مو داتابيز، الحقل هذا حيكون مرتب من الـ A للـ Z ما نحتاجه هواية. واليونيك اللي هو معناها الفيلد هذا محتوياته ما يصير تتكرر، يعني محتويات هذا الفيلد مستحيل تتكرر، فاحنا بما انه هو اوتو انكريمنت هذا الحقل الاي دي فهو شيء طبيعي انه ما راح يتكرر، لانه حيصير اوتو انكريمنت يعني 1 2 3 4 وهكذا، فمستحيل راح يتكرر هذا العدد. نجي للعنصر الثاني اللي هو اليوزر نيم. اليوزر نيم هو عبارة عن اسم نفرض ما يتجاوز 32 حرف او خلينا نقول 50 حرف حسب اليوزر نيم الموجود. فبما انه انا عندي هو سترينج يعني في كتابة على شرط ما تتجاوز حد معين 30 حرف 50 حرف، فاختار من نوع varchar. varchar معناها هو string ذو طول محدد، كاركتر طول محدد. خلنا نفرض نعطيها قيمة مثلا 100. الvarchar اقصى حجم يقدر ياخذه، اقصى طول يقدر ياخذه هو 255، فاي رقم فوق هذا ما يشتغل، بس 255 هي اعلى قيمة ممكن ياخذها الvarchar، فما يأثر انه ايش قد ما نسويه عادي ما يأثر، اهم شيء ما تعبر 255. باقي المعلومات نعوفها كما هي ما نغيرها،
الا اذا نريد مثلا حقل اليوزر نيم ما نريده يتكرر، نقول له يونيك حتى لا يتكرر، يعني اي تكرار به ما يصير، او نعوفه على حاله مثل ما هو حتى ما تسوي لنا اي اشكال، او نقدر احنا نتلافاها من خلال البي اتش بي. عندنا حقل الثالث اللي هو حقل الباسورد. كل داتابيز بيها باسوردات، كل داتابيز بيها معلومات مهمة، لازم هاي المعلومات المهمة تشفر. ليش؟ مثل ما تشوفون هسه بالمواقع او بالآونة الاخيرة اكو هواي مواقع اخترقوها، سوني، ابل، دروب بوكس، هواية مواقع اخترقت بالآونة الاخيرة. من الشغلات المهمة بالداتابيز انه الباسوردات والمعلومات المهمة كبطاقات الائتمان لازم تشفر بالداتابيز، ما يصير تبقى على حالها الطبيعي، لازم تكون بتشفير محدد. فأبسط تشفير أو الأكثر استخدام موجود بالداتابيز هو التشفير من نوع MD5. زين، راح تجون تقولوا لي وين التشفير MD5؟ أنا ما عندي شيء اسمه MD5. هنا هو راح يجي شغل المبرمج الصحيح. المبرمج الصحيح ايش راح يسوي؟ راح يشفر الباسورد قبل ما يخزنه بالداتابيز، فبالحالة راح يمنع انه اذا اخترقت الداتابيز يمنع قراءة الباسوردات. فبما انه تشفر الباسورد ويندز للداتابيز فحيكون على شكل سترينج حالة حال اليوزر نيم، فايضا من نوع فاركار وطولها 255 بغض النظر عن طول الباسورد اللي راح يكون موجود، وباقي المعلومات حتكون نفسها بدون اي تلاعب. الايميل نفس الشيء، الايميل هم عبارة عن سترينج طول محدد راح يدخل بالداتابيز، فايضا من نوع بار كاركتر والطول 255. التليفون، رقم التليفون هو عبارة عن رقم، يعني مو حروف، لا هو ارقام. فقلنا احنا اي شيء ارقام نخلي له انتجر، انتجر هو رقم، والباقيات كلها نعوفها، ما يصير نخلي له انه برايمري، لان احنا خلينا البرايمري بالنسبة للاي دي، فما يصير نخلي رقم التليفون. فالتليفون نعطيناه انتجر لانه من نوع ارقام. انفو هي معلومات اضافية. المعلومات الاضافية هي نص غير محدد، مثلا البايوغرافي او السيرة الذاتية، يعني واحد يكتب معلومات، مقالة مثلا، يكتب لحكي هواية، مو شرط انه انا احدده بحد معين، اقول له مثلا حدك مثلا 500 حرف وتوقف، لا انا اريد يكتب ايش قد ما يريد، 10,000 حرف يكتب. فانا من اريد اكو معلومات بالداتابيز انا ما اريد احددها، فاكو صيغة، اكو تايب اسمه تكست. هذا التكست راح يخليني انا اكتب ايش قد ما اريد من السترينج داخل هذا الحقل، وباقي المعلومات اعرفها نفسها. تاريخ التسجيل اللي هو الديت، التاريخ لازم ينخزن بصيغة التاريخ حتى من اتعامل وياه اقدر اتعامل وياه بفنكشنات التاريخ اللي تخص MySQL اللي راح ناخذها بعدين ان شاء الله. فاكو نوع خاص بالتاريخ، اكو انواع الصراحة مو نوع واحد، اكو 3 انواع للتاريخ، اكو شيء اسمه ديت، واكو شيء اسمه ديت تايم، واكو شيء اسمه تايم. الباقي خلينا نعرفها حاليا لانها اكثر استخدام احنا راح نشوفها. فالديت هي شنو؟ هو خزن التاريخ فقط، يعني التاريخ مال اليوم والشهر والسنة فقط. التايم راح يخزن لي الوقت اللي سجل به اليوزر مثلا، اللي هو بالساعات والثواني والدقائق. الديت تايم اللي هو الصيغة يسموها صيغة MySQL او الصيغة الاكثر استخداما ويا MySQL، اللي هو التاريخ والساعة، يعني التاريخ والوقت وياها، وياها اكثر استخدام راح نستخدمها ان شاء الله بدروسنا الجاية، وباقي معلوماتها معروفها فارغة. يعني لو تلاحظون هنا انه انا بس الاي دي اللي هو اول واحد اعطي اوتو انكريمنت وبرايمري، واي شيء بار كاركتر انطي اللينث مالته، وباقي معلومات بس اختار التايب مالتها، يعني معلومات اللي كتابتها طويلة وهواية انطيها تكست، اللي معلوماتها ارقام انطيها انتجر، اذا تواريخ او اي شيء نطيها ديت تايم،
وإذا يوزر نيم أو أي كلمة قصيرة بطول محدد نعطيها بار كاركتر ونعطي طول محدد. وراها أنا هنا عندي اختيار، أما أضيف حقل أو حقل يعني حسب الرقم راح نعطيه، أو أسيف الداتابيز اللي عندي. هسه راح نقول له سيف. لاحظتوا هنا تكونت أنا عندي داتابيز اسمها IQTech، بها تيبل اسمه يوزرز، داخل اليوزرز اكو فيلد، هذا اني فيلدات السبعة، كل فيلد له فد خاصية يسويها. حتى اراويكم شلون اقدر اطلب الداتابيز مرة لوخ، ها تطلع لي هي الواجهة مال بي اتش بي ماي ادمن. خلينا نرفرش فد مرة، هاي الواجهة مال بي اتش بي ماي ادمن. من جهة اليسرى اختار الداتابيز مالتي اللي هي داتابيز اسمها IQTech، ادوس عليها راح تطلع لي الجداول اللي اني سويتها. ادوس على اسم اليوزرز يعني على اسم الجدول ادوس، حيعرض لي الحقول الخاصه بالجدول. مثل ما نشوف هنا انا اقدر اعدل على محتويات الفيلد واحد، يعني انا اقدر اعدل على فيلد واحد بس من خلال العلامه مال القلم، او اقدر احذف فيلد راسا مباشره منه، او اقدر انا اختار اكثر من فيلد معين ومنها اعدل عليها ومنها احذفها. وبالنسبه للجداول هم نفس الشيء، انا اقدر اختار اكثر من جدول اعدل عليه او احذفه حسب العمليه اللي اني احتاجها. بالنسبه للداتابيز او الجداول كلها بيها نفس العمليات اللي فوق، لو نلاحظ اللي فوق ستراكشرز معناها يعرض لي محتويات الجدول او محتويات التيبل. لاحظتوا هنا ستراكشر هو يعرض لي الفيلدز الموجوده اللي تكون منها هذا التيبل. براوز حيعرض لي محتويات الجدول واللي هي حاليا فارغه، يعني احنا ما خلينا شيء بداخلها، اللي هي المستوى الثالث من البيانات. فستراكشر هو المستوى الثاني او الثالث من البيانات، والبراوز المستوى الرابع اللي هي العناصر اللي داخل الحقول. SQL راح ناخذها بعدين، اللي هي تنفيذ كود SQL من خلال phpMyAdmin، سيرش البحث عن فد عنصر هم راح نشتغلها ب PHP، insert export insert هي راح تدخل عناصر للداتابيز مالتي، export حتى اخذ باك اب من الداتابيز اصدرها الى ملف حتى اخزنها يمي، امبورت هو استيراد داتابيز من ملف خارجي، اوبريشن هي مجموعة من العمليات اللي راح تتنفذ على الداتابيز كتغيير الاسم مالتها مثلا او تغيير الصيغة، يعني حاليا ما نحتاجها احنا. وامتي يفرغ لي الداتابيز من كل المحتويات، يعني بقي لي العناصر الفيلد كلها تبقى بس يمسح لي شكو عنصر داخل الفيلد هذني. دروب بالداتابيز معناها حذف، مو امتي ولا ديليت. الديليت تمسح لي عناصر، الدروب تمسح الداتابيز كلها او الجدول كليته. حاليا احنا ما يعني ما نريد ندوقكم بيها، انا بس مجرد انه اعطيكم فد نبذه سريعه عنها، يعني عن هاي العناصر اللي راح ناخذها احنا بالدروس الجايه ان شاء الله كلها وحده وحده. هسه احنا هاي تكونت عندنا داتابيز اسمها IQTech، بها تيبل اسمه يوزرز، وهاي العناصر اللي بداخله. ولهنا ينتهي درسنا لهذا اليوم اللي يخص نبذة سريعة ومختصرة عن ال phpMyAdmin. انتظرون ان شاء الله الدرس الجاي نبدي نشتغل شلون نربط ال PHP بالمايسكوال داتابيز. اي سؤال اي استفسار تقدرون تطرحوه بالكومنتات او على صفحتنا بالفيسبوك. تحياتي لكم، مع السلامة.